مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل في الأسبوع الماضي. على الرغم من أن العائلة المالكة البريطانية لم تصدر أي بيان بعد طرح الأمير هاري مذكرة سبير التي سميت بالقنبلة، إلا أن مصدرا مقربا أخبر مجلة بيبل أن الملك يريد أن يحضر ابنها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لحفل 6 مايو لأنها مناسبة مهمة للغاية لتشارلز، ويريد أن يكون ابنه في التتويج ليشهد أنه يرغب في عودته إلى العائلة، وتشارلز يريد إصلاح العلاقة بينهما. يذكر أن هاري تهرب من الإجابة على سؤال عما إذا كان سيحضر حفل تتويج الملك تشارلز في لقائه الحواري، واكتفى بالقول: هناك الكثير يمكن أن يحدث بين الحين والآخر. أعلن الممثل أوستن باتلر أنه سيتخلى عن لهجة إلفيس بريسلي، لكنه اعترف بأنها ألحقت أضراراً بأحباله الصوتية، فقد أدى الانحراف الحاد عن صوت باتلر العادي إلى تساؤل المعجبين عما إذا كانت اللكنة عالقة أو مجرد حيلة ترويجية مستمرة لفيلمه الذي يلعب فيه دور إلفيس بريسلي الذي يسبق موسم الأوسكار. ولكن خلال ظهوره الأخير في برنامج غراهام نورتون شو على بي بي سي، أعلن باتلر أنه سيتخلى رسمياً عن اللهجة، وقال: ربما أكون قد أضررت بأحبالي الصوتية مع كل هذا الغناء، لأن أغنية واحدة في التصوير استغرقت أكثر من 40 لقطة وتمت إعادتها أكثر من مرة. تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن مصير العلاقات الأمريكية الصينية بعد إسقاط بالون تجسس صيني السبت الماضي، وأكد أن العلاقات لم تتضرر في مقابلة حصرية مع برنامج PBS News Hour. وعند سؤاله عن كيفية تأكده من الأمر لهذا الحد، قال بايدن إنه يتحدث إلى الرئيس الصيني وأوضح للرئيس قبل الحادث أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع. وكان غواصو البحرية بدأوا في سحب قطع من البالون الذي أسقط بصاروخ من أعماق قاع المحيط الثلاثاء الماضي باستخدام غواصات استطلاع بدون طاقم يطلق عليها اسم كينغ فيش وسورد فيش لتحديد موقع الحطام. تسبب حادث اصطدام طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس في كاليفورنيا الجمعة الماضية بإصابة 5 أشخاص. الطائرة من طراز إيرباص وهي تابعة لخطوط أمريكان إيرلاينز كان يتم سحبها عبر المدرج عندما اصطدمت بحافلة تقل ركاب. وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إنهم تعاملوا مع 5 أشخاص أصيبوا بحادث التصادم، فيما تم نقل 4 منهم إلى المستشفى. وقالت شركة الطيران إن الطائرة لم تكن تعمل كرحلة تجارية عندما وقع التصادم، ولحسن الحظ لم تكن تحمل أي ركاب على متنها. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا أكثر من 34 ألفاً بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض بعد مرور أسبوع لحد الآن. كشفت صور للأقمار الصناعية نشرتها وكالة الفضاء الروسية خطوط صدع ناجمة عن الزلزال المدمر كما تشاهدون. نشر الدفاع المدني الجزائري مقطع فيديو للحظة تمكن عناصره من إخراج امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلها. أعلن رئيس قسم الحد من المخاطر بإدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن الزلزال يعادل انفجار 500 قنبلة ذرية. وحصل أحد موظفي فريق البحث والإنقاذ ببلدية قونيا الذي عثر على حقيبة بها 4 ملايين دولار تحت ركام أحد المباني في هاتاي بجنوب شرق البلاد على الكثير من الإشادة والحب بعد أن سلمها إلى الشرطة، وهو عمل نادر. وأشاد الجميع بتصرفه النبيل وأمانته. عثر المنقذون على رضيع عمره 10 أيام فقط، ظل حياً لأربعة أيام مع والدته في مبنى منهار، وتم وضعه في بطانية دافئة، وتم نقله إلى مركز طبي في سمنداج بمقاطعة هاتاي. وأظهرت صور فيديو من وكالة إدارة الكوارث التركية عمال الطوارئ وهم ينقلون والدته التي كانت ضعيفة ومصدومة. أعلن سلجوق برقدار رئيس مجلس إدارة شركة بيكار التركية الرائدة في تطوير الطائرات المسيرة أنها تبرعت بألف منزل لضحايا كارثة الزلزال، ووعد بأن شركته ستنفذ مشروع مدينة بيكار للحاوية السكنية والتي ستوفر السكن لأكثر من 2000 من الضحايا كمكان مؤقت لهم. وأطلقت منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا للحصول على 42 مليون دولار للاستجابة الفورية في سوريا وتركيا. كما أطلق برنامج الأغذية العالمي نداء لجمع أكثر من 77 مليون دولار كمساعدات غذائية عاجلة لنحو 900 ألف متضرر في سوريا وتركيا. رحم الله إخواننا الشهداء في تركيا وسوريا، قلوبنا معكم.
أعلن الكوميدي كيفن هارت موعد عرضه القادم في السعودية، وعبر المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بالعرض الذي تقرر يوم 25 فبراير الجاري، ودعا الحضور لشراء التذاكر. في مقطع عبر فيه كيفن عن فخره بالحضور إلى السعودية والمشاركة، وتراوحت التعليقات بين من سعد بالأمر ومن انتقد هيئة الترفيه لأن الوقت غير مناسب لعرض كوميدي وسط مأساة تركيا وسوريا. يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة سعودي تيكت ماستر. العرض سيكون في منطقة بوليفارد رياض سيتي على مسرح محمد عبدو أرينا. سيتم عزل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل كجزء من قضية تشهير مرفوعة ضد ميغان في أمريكا من قبل أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل. تقاضي سامانثا ميغان بتهمة التشهير والكذب بعد مقابلة الزوجين عام 2021 مع أوبرا وينفري، وتسعى للحصول على تعويضات أكثر من 750 ألف دولار. تزعمت الدعوى القضائية التي رفعتها سامانثا في مارس 2022 أن ميغان أدلت بتصريحات خاطئة وخبيثة بشكل واضح لجمهور عالمي، بما في ذلك حوالي 50 مليون شخص في 17 دولة والذين شاهدوا المقابلة. قدمت ميغان طلباً في سبتمبر من العام الماضي لوقف الإفادات، لكن رئيسة المحكمة رفضت الدعوى وحكمت بأن ميغان لا تظهر أن الظروف غير العادية تبرر الوقف المطلوب، أو أن التحيز أو العيب غير المبرر سينتج إذا لم تفرض المحكمة وقفاً. قالت سامانثا ماركل في الإيداع الأولي إن ميغان شوهت بها في المقابلة عندما قالت إنها نشأت على أنها الطفلة الوحيدة، وأنها نشرت أكاذيب خبيثة عرضت سامانثا للإذلال، العار والكراهية على نطاق عالمي، ونشرت الأكاذيب في جميع أنحاء العالم عن والدها توماس ماركل. وتزعم أن ميغان دبرت حملة مع سبق الإصرار من أجل تشويه سمعة ومصداقية أختها ووالدها لتدميرهما. تأتي آخر التطورات في القضية بعد نشر مذكرة الأمير هاري الشهر الماضي وسلسلة نتفليكس المكونة من 6 أجزاء والتي تم بثها في ديسمبر. قالت ميغان في الفيلم الوثائقي: أختي غير الشقيقة التي لم أرها منذ أكثر من عقد. وجاء في البيان الذي قدم للمحكمة الذي ظهر في الحلقة ما يلي، تؤكد سامانثا ماركل أنها كانت تربطها مع ميغان علاقة وثيقة حتى عام 2018، وأن وسائل الإعلام اختلقت اقتباسات نسبت إليها. كشف علماء الآثار عن مجموعة من الهياكل المكتشفة في موقع حضارة المايا الشهيرة في تشيتشين إتسا في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، ويعتقد أنها كانت جزءاً من مجمع سكني كانت تسكنه نخبة المدينة المقدسة التي تأسست في القرن الخامس الميلادي. قال عالم الآثار فرانسيسكو بيريز إنه لا توجد مجموعات سكنية معروفة في تشيتشين إتسا، مما يعني أن المجمع السكني سيمثل أول مجموعة سكنية يعيش فيها الحاكم مع أسرته بأكملها. من المتوقع أن يتم دمج المنطقة المعروفة باسم تشيتشين فيو في المستقبل القريب في منطقة الزوار في موقع تشيتشين إتسا الأثري، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. أثار حاخام إسرائيلي الغضب بعد أن زعم أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي كان بمثابة عدالة إلهية. شاموئيل الياهو الحاخام الرئيسي لصفد في تل أبيب وعضو مجلس الحاخامات الأكبر ادعى أن الله كان يعاقب البلدان المتضررة من الكارثة بسبب سوء معاملتهم المزعومة للشعب اليهودي. وكتب الياهو في مقال نشرته صحيفة أولام كاتان يوم الجمعة الماضية قائلاً: الله يحاكم كل الأمم من حولنا الذين أرادوا غزو أرضنا وإلقائنا في البحر. زعم إلياهو أيضا في مقالته أن سوريا أساءت إلى سكانها اليهود لمئات السنين، وغزت إسرائيل 3 مرات، أطلقت النار لسنوات على المزارعين الذين كانوا يعيشون عند السفح هضبة الجولان، وأساءت معاملة الأسرى وشنقة المدعو إيلي كوهن. كما استهدف لبنان فكتب قائلا: لا شك في أن البلد الذي كان في يوم من الأيام سويسرا الشرق الأوسط أصبح جحيما على الأرض الآن، ومثل هذه الأمور لا تحدث بالصدفة. أما بالنسبة لتركيا التي كانت مركز الزلزال فقد كتب قائلا: لا نعرف ما هي روايات الجنة مع تركيا التي شوهت علينا كل ساحة ممكنة، ولكن إذا كشف الله أنه سيصدر أحكاما بشأنه فنعلم أن كل ما يحدث هو تنظيف للعالم وتحسينه.
كورتني كارداشيان تبيع علكة خاصة بالعضو الأنثوي. فعلاً عايش كتير بتشوف كتير. من المعلوم أن بيع المشاهير للمنتجات ليس بالأمر الجديد، لكن كورتني كارداشيان أثارت الجدل بمنتوجها الغريب، وقالت عبر منشور على حسابها: تعد صحة عضو الأنثى جزءاً مهماً من رفاهية المرأة بشكل عام، ولا يتم الحديث عنها بشكل كاف، وهذا هو السبب في أننا متحمسون جداً لإطلاق هذا المنتوج. امنحي عضوك العلاج الذي يستحقه. يتضمن إعلان الفيديو الخاص بما أسمته ليمي بير كارداشيان مستلقية بينما تجري قطط في دوائر حولها. ينتهي الإعلان بتناولها حلوى. انتقد العديد من الخبراء الصحيون مزاعم كارداشيان، حيث قال عدد منهم إنه لا يوجد شيء يدعم ادعاءاتها حول تحسين صحة العضو التناسلي من خلال العلكة. لفتتني عدة تعليقات، لكنني أحضرت لكم تعليقين. لفتني تعليق أحدهم يبدو أنه طبيب، قال: أنا طبيب، ودعيني أخبرك أنك لست بحاجة إلى أي منتجات لعلاج عضوك ما لم تكوني مصابة حرفيا أو لديك حالة طبية طارئة. ولاحظت أن أغلب التعليقات تسخر من الإعلان والمنتوج نفسه، والتعليق الذي أضحكني هو أحدهم قال: أتمنى أن تكون القطط قد تقاضت أجرا جيدا لتمثيلها معك. وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجدل، فقبل أسبوعين ارتدت زيا غريبا كما تشاهدون، عبارة عن أنثى عارية يظهر أعضاء المرأة، اعتبره العديد تافها وبشعا، وكانت أغلب التعليقات تخبرها أنه زي سخيف، بينما كتبت هي عليه قائلة: إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة يرجى قطع الاتصال والمحاولة مرة أخرى. مايلي سايروس تنضم إلى تايلور سويفت وأريانا جراندي كفنانات في سبوتيفاي في أحدث تغريدة من بوب بيس، بصفتهن الفنانات الوحيدات في تاريخ سبوتيفاي التي تتجاوزن 80 مليون مستمع شهرياً. يبدو أن قبل عرض ريانا لسوبر بول لهذا العام بين الشوطين، بدأت مدام توسو بالعمل، فقد كشف متحف الشمع الشهير عن شخصية جديدة تكريماً لريانا البالغة من العمر 34 عاماً، على غرار إطلالتها الغالية الشهيرة من السجادة الحمراء في الميت غالا لعام 2018. للمعلومات، ما تشاهدونه الآن عبارة عن شمع، والذي كان موضوعه الكائنات السماوية، الموضة، والخيال الكاثوليكي. تجدون ملخصا للحفل على قناتنا. ارتدت ريانا زيا مستوحى من البابا بالكامل الذي يتألف من سترة وتنورة منحوتة تلبس فوق فستان مزين باللؤلؤ، الأحجار البراقة والخيوط الفضية، والذي كانت قالت ريانا عنه أنه كان ثقيلا جدا. كانت تايلور سويفت صديقة سيلينا غوميز منذ فترة طويلة، حاضرة في حفل توزيع جوائز الغريمي 2023، لكن البعض تساءل عن غياب سيلينا، لكن يبدو أنها قضت أمسية لطيفة أيضاً، فقد شاركت سيلينا صوراً لها في الخارج على العشاء مع أصدقائها بدون تعليق. أوضحت سيلينا لإل في سبتمبر 2021 أنها لا تزال تشعر وكأنها تحاول إثبات نفسها في مجال الموسيقى، ولكن ليس لديها النية لترك هذه الصناعة. قالت: لا أعتقد أنني سأتوقف عن صناعة الموسيقى، قبل أن تتطرق إلى سبب شعورها بأنها ما زالت غير مؤهلة بما يكفي. أنا لا أقول إنني أريد الغريمي، أشعر فقط أنني أبذل قصارى جهدي والأمر كله يتعلق بي. سيلينا لم يكن لديها أي ترشيحات في هذا الغريمي أبداً. يذكر أن عدة تقريرات أفادت أن هذا العام حظي حفل الغريمي بأكبر عدد من المشاهدات على الإطلاق. نشدت أنجلينا جولي على تقديم المساعدة لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور والمقاطع قائلة: قلبي مع شعبي سوريا وتركيا، يصعب فهم الألم الذي تعاني منها العديد من العائلات في هذا الوقت، أتمنى أن يفكر الآخرون في العطاء أيضا حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم المنقذ للحياة. ونشرت رابط المساعدة للضحايا على البايو، وحصل منشورها على الكثير من الإعجابات وتعليقات المساندة. هذا كل شيء في حلقتنا، شكرا لكم على المتابعة، ومرحبا بكل المشتركين الجدد، نورتونا، نحبكم.